سلام سلام. بداية الحمد لله حتى يبلغ الحمد منا، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرا لكل شخص دعمني ولو غير بنقطة، شكرا لكل من انتقدني بإيجابية وكل من دعم معايا في الغيب، شكرا لكل شاشة استقبلتني وسط عائلتها، شكرا لكل واحد خدم من وقته وسمع للقصص اللي كنشارك معكم من القلب، شكرا لحبكم ورقيكم في الكلام، فلولا وجودكم ما كنتش نقدر نوصل صوتي وإحساسي. أكيد شكرا لزوجي الكريم على دعمه لي طول هالشهور، وشكرا لأمي حبيبة الروح على دعواتها ودعمها، شكرا لبنتي اللي خرجت مني الإنسانة تاع اليوم. وأعيدكم أنتم كمتابعيني ولكل من أحبني أن هالقناة ما غتشوفوا منها إلا الخير، وبإذنه تعالى نطمح إلى أكثر من هذا الخير اللي احنا فيه اليوم. صراحه ترددت بزاف باش ندير هذا الفيديو، ولكن في الاخير قلت ضروري نقربكم مني اكثر وتعرفوني كشخص بعيدا على يوتيوب وبعيدا على انستغرام. الفيديو اللي كاملكم كطلبوه اللي فيه غادي تعرفوا عليا شكون انا، فين تنسكن، واش مزوجه، شنو قريه، واش فعلا قريه الفقه، وبزاف ديال الاسئله اللي كتسالوها في دماغكم عليا. الحلقه ديال اليوم ماشي بحال الحلقات، في الحلقه غادي نقربكم مني اكثر. اول مره غادي نخرجكم معايا في واحد المكان اللي خارج البلاصه اللي متعودين عليا انا نسجل لكم فيها القصص. دونك في انستغرام كنت سولتكم شنو هما الاسئله اللي بغيتوا تسولوني ولا بغيتوا تعرفوهم عليا، فكانوا بزاف ديال الاسئله تبارك الله، ولكن منهم اختاريت شي وحدين اللي كيتعاودوا بزاف. دونك بداو بسم الله. كنا يقيت كاع داكشي اللي كتقولوا ليا، فسولتوني شنو سميتي، منين انا، فين تسكن، وشحال في عمري. سميتي اميمه عبيد، كنسكن في ابو ظبي العاصمه نتاع الامارات، في العمر ديالي 29 سنه، الاصل ديالي من الصويره. واش مزوجه، الاسم ديال البنت ديالك، واش شي نهار غادي نقدروا نشوفوك في شي فيديو مع راجلك وبنتك وتعاودي لينا على حياتكم. اولا مزوجه، عندي بنيتها سميتها ليان، وحقيقه القضيه نتاع انه شي نهار ندير فيديو مع راجلي وبنتي، فانا الكونتوني ديالي بعيد على انه شي نهار يبانوا معايا، وكتجيني بلي انه العلاقه الزوجيه فهي شيء من الاشياء اللي هما مقدسات، يعني من الاحسن اننا نحافظوا عليها، وتبقى بيان سور بعيده على توسكي ريزو سوسيو. شنو هو المستوى ديالك الدراسي والباركور اللي درت؟ غادي تصدموا، ولكن لا علاقه مع هادشي اللي كنقدم في لاشين. دونك من بعد الباك خديت زوج نتاع لي ليسونس، ليسونس الاولى خديتها اوطون كو تيكنيسيان في لوديو فيزويل، وثاني ليسونس اللي خديت هو انه كومون با دير سا، اختاريت اون فيليير في هذا لوديو فيزويل اللي هي المونتاج، وجاي ما ليسونس في المونتاج فيديو وفي سكريبت. والسكريبت الناس اللي غادي يتسالوا شنو هي، هي لا ميموار كي تنقولوا نتاع لو رياليزاتور فوس ان بلاطو، يعني في البلاصه اللي كنكونوا كنصوروا فهي اللي كتكون حاضيه انه هاد الديكور خصو يبقى بحال هكا باش فلاسين اللي جايه ما يخطاش، باش المهم سي تو تان ترافاي، داكشي باش كتسمى لا ميموار ديال لو رياليزاتور. دونك لا علاقه ليا مع الدين ولا التفقه ولا دراسات اسلاميه ولا حتى شي حاجه. فاش خدامه؟ انا حاليا ما خداماش، من قبل كنت نخدم اوطون كو فريلانسر، يعني كنت نقرا او ميم طون كنخدم، وكنخدم عن بعد اولا كنبقى في الدار وكنخدم للناس عن بعد. نتاع راسي حره. دونك فاش ولدت اختاريت باش انه نتفرغ لبنتي وندير بوز جو سي با، ولكن يوتيوب انا بالنسبه ليا سي تو ان ترافاي، لحقاش لو فات انني اليوم نكتب قصه بالليل نصورها، غدا نصبح دايره لها مونتاج ونحطها لكم، ولا غد لي عاوتاني نقلب على قصه اخرى. دونك سي تو ان ترافاي اللي هو فاتيغون، واللي كيخصني فيه جوست ان بيرو في شي قنت واحد اخر باش نتسمى بلي انني خدامه. مي بون اون جينيرال سا سباس كوم سا. هل انت دارسه لما تحكيه لنا عن ديننا؟ بيان سور كو نو، ما قري حتى شي حاجه، اي حاجه عطيتها لكم فما هي الا اجتهاد مني لا غير. دونك قبل ما كنحط شي حاجه فكنمشي كنبحث عليها من عند ائمه ومن عند فقهاء وشيوخ، وكنجي كنبارطاجيها معكم. وكيف ما نتوما كتسمعوها اول مره دو مون كوتي، حتى انا اول خطره كنسمعها وكنتعلم منها وكنعطيها لكم. كيفاش جاتك الفكره انك ديري يوتيوب؟ يا ساده يا كرام، اليوتيوب باش غادي نقول لكم، جو بونس كو بديتو من 2014، وباش بديتو بالسلام، كنت نحط دي بويزي اللي كنت نقولهم، ولكن ما كانش كتبان وجهي كامل، كانت تبان غير لابارتي التحت ديال وجهي، و فوالا سيتي زعما فور فان، كنت غير كنشط بها وذات سيت. من بعد افيك لو طون فاش وليت كندخل شي شويه في الدين ديالنا في الاسلام ديالنا، كيقولوا تذوقت واحد العسل وبغيت انني نبارطاجيه مع الناس اللي حدايا ولا الناس اللي غادي يقدروا يشوفوني. دونك جي بيان بوسي، وما هو الا توفيق من الله سبحانه وتعالى باش انني نشارك معكم هذا المحتوى.
منين جاتني الفكره نتاع سلاميلي؟ اول خطره درت لاشين كيف قلت لكم درتها على وديت الاسلام، دونك او ديبي كانت كتسمى سلامي ليك، سلام ديالي ليك انت، حيت كنت نهضر في امور اليوم اجتماعيين. وشحال دابا تكون شي يلا 3 سنين هذه باش رجعتها سلامي ليك، يعني تحياتي ليك. وجات على انه لقيت راسي فيما كندوي كنبدا كنقول سلام 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 سلام، دونك جاتني الفكره باش انه نسميها سلامي ليك. امتى بديتي كتبحثي في الامور الدينيه وشكون شجعك على هذا المجال؟ بديت كنبحث في الامور الدينيه لما دخلت التحقت بالاجتماعات نتاع اللي تابع الزاويه قضيه بوتشيشيه. هذه اش غادي نقول لكم، هذه تكون شي 4 ولا 5 بحال هكاك. وكنت في الصيف كنمشي للاعتكافات اللي كيداروا في الزاويه الام اللي كاينه بمذاخ حدا وجده دبر كان بلوتو، وكنت نجلس ب 15 يوم بشهر، وكنت كنتشرب من الدروس ديال الفقه اللي كانوا كيداروا، من الاذكار، من بزاف ديال الامور، فاغرمت بداك العالم وحسيت بواحد الطاقه اللي كنقول بلي انني ضروري خصني نشاركها مع اي واحد. وفعلا اي واحد كنتلقى معاه تنقول ليه واش عرفتي هذه واش هذه واش هذه، تنحاول انني ندخلو في داك العالم ديالي، داكشي اللي سمعت وداكشي اللي كنمشي كنحضر ليه. دونك من هنا بدا الباب نتاع البحث والفضول ولو بارطاج. بون فوالا سي فينو كوم سا. شكون شجعني على هذا المجال؟ اي واحد فين ما كنهضر مع شي حد تيقول لي واو لا فاصون باش كتهضري باش كتشاركي معنا الامور ديالك باش هذا كتعجبنا وكتقيسنا، دونك جو مو سوي دي بوركوا با باش انني نحاول نشاركها حتى في لي ريزو سوسيو. جو لي في اي جي بيان كومونسي الحمد لله. كيفاش اختاريتي هذا الطريق مع انك كتباني انسانه متفتحه؟ شنو الطريق ديال مولانا؟ بوتيتر، ولكن شوفوا الدين ديالنا رائع وجميل وماشي بحال داكشي اللي كبروا فينا جهنم حرام سناسل جو سي با كوا، ولكن حتى انا كنت كنكبر بهذه الامور بانه حرام 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 جهنم شي حاجه اللي غير كتخلع وشي حاجه اللي واك وكاينه اون في ابري سيت في، واحد الحياه اللي من بعد هذه الحياه اللي ناري صعيبه علينا واش كيتسنانا، ولكن لا راه سي تري فاسيل. الائمه الكبار تيقول لك يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يعني الدين ديالنا فهو دين يسر وجميل لين هين. ف فوالا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي هما كيبشروا بالخير، علاش حنا غادي نبقاو كنتكونسونطراو غير على ناري لابسه بحال هكا، ناري ما دايراش فولار، ناري هادي ناري هادي، مي او فينال اذا تيقول لك اذا صالح القلب صالحت جميع الاعضاء. كيفاش كتعامل سلامي ليك مع المواقف الصعبه؟ نقول لك ماشي سلامي ليك، حيت سلامي ليك يمكن كتبان لكم باللي بون ما كايناش المثاليه جو سي، ولكن كتبان لكم باللي انها انسانه مهذبه وزين كالم ونناني نانان، ولكن نو سي با فغي. شوفوا حقيقه واشهد فيها على نفسي والحمد لله وعدو بالله ما قلت انا انسانه طيبه القلب، هذه اعترف بها وما كنحقدش وما كناذيش. خرجت على الموضوع بون اوطون كو اميمه كيفاش كتعامل في المواقف الصعبه؟ ال ستريس. انا جو سوي اون بيرسون اولا انا انسانه ما عرفتش اش يقولوا ستريس بالعربيه، ولكن انسانه متوتره، انا انسانه متوتره كنتوتر دغيا. و ديرنييرمون اكتشفت في راسي بلي انني وليت عصبيه، علاش ما عرفتش. وفيها سولتوني بلي انه شنو هي الصفه اللي ماكرهتش انني نبدلها في راسي، دونك هاد زوج حوايج اللي هضرت عليهم، ماكرهتش انني نحيد ستريس وانا كنحاول كل نهار باش انني نخدم عليه ونحاول انني نكون انسانه صبوره، لانني انسانه ما صبوراش لدرجه ابسط مثال، شي الا مشيت غير خرج شي حاجه خصني نلبسها هذيك الساعه ونخرج بها، يعني ما كنتسناش تنوصل للدار ونجلس ونحلها لا شريت شي حاجه ناكلها ناكلها ديك الساعه، يعني اي حاجه بغيتها كنديرها ديك الساعه، كنبغيها تحقق ديك الساعه، يعني حتى الافكار اللي كيجوني بعد خاطر والله العظيم الا في النص ديال الليل كنحط راسي كتجيني شي فكره خصني نوطيها في تليفوني باش ما نغطيهاش وما تمشيش ليا، وعندي حاجه واحده اخرى اللي ما كنحملهاش في راسي وهي النسيان. جي اون ميموار دو بواسون، يعني عندي واحد الذاكره اللي كتنسى دغيا 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 واحد الدرجه يمكنش لكم تصوروا. المهم الناس بداو تيجيو حدايا وانا حشمت الصراحه، نبقى كنهضر قدام الكاميرا بحال شي هبيله. مي بون سي كوا ما سورس دو موتيفاسيون، لا سورس دو موتيفاسيون ديالي هو الذكر. شتي لما كنمشي كنتقبل القبله بالتوجه بداكشي اللي خصو يكون كانت موتيفا كتخرج ليا واحد الطاقه جديده وكتخرج ليا انسانه جديده و كانت موتيفا اكثر. شنو الحاجه اللي ممتنه لها في حياتي؟ كل شيء الحمد لله، ممتنه للماضي، ممتنه للحاضر، ممتنه
لما سيأتي في المستقبل، ممتنة للقدر خير بالخير ديالو بالشر ديالو، ممتنة على المعرفة اللي منها شديت ومنها لحت، ممتنة لأي حاجة والحمد لله. شخصيا أي حاجة درت في حياتي استفدت منها في الكثير وصنعت مني الشخصية ديال اليوم، ومازال 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 كتصنع مني. شنو الانطباع ديالك للأشخاص اللي كيعودوا لك حكايتهم؟ هذه حكايتي برنامج لي صعيب وثقيل. بتيتر كنتو ما كيبان لكم قدام الكاميرا، انا كنجي واحد الانسان كتجي كتعاود ليا كنعاود لكم، ولكن اقسم بالله الى صعيب بزاف. علاش؟ لانه اولا نبحث القصه، على القصه نشوف هذيك القصه واش غادي تلائمكم، واش غادي تستافدوا منها. حنا دوزنا من بعد، خص يكون واحد الحوار اخذ وعطاء مع ديك الانسانه، نشوف واش دوك القصص اللي كتعطيني واش حقيقيين ولا كتفلع عليا ولا شي صنع خيال. من بعد خصني نبدا نكتب، يعني تدير لي تسجيلات في الواتساب ديالي. خصني عاوتاني نشوف شي وقيته عندي انا في النهار ديالي، حيت عندي ان بيبي دانو و انو كيخصو بزاف ديال الاهتمام وديال الرعايه. دونك تنخدم بالليل، اغلب الوقت كنخدم بالليل، ابارتيغ دو 12 الليل، ابارتيغ دو 11 الليل. دونك من بعد كنولي انا نسمع القصه ونكتب، نسمع ونكتب ونسمع. كاين اللي كتصيفط لي ساعتين د الهضره، كاين اللي كتصيفط لي ثلاثه د السوايع، كاين صيفط لي ساعه نص ساعه على حساب. وانا من بعد ما كنكتب كيخصني نعاود نتواصل معها، عطيني هذه وعطيني هذه وعطيني هاد التفاصيل وعطيني هاد التفاصيل. دونك فهاد الوقيته كامله وانا اللي كنكتب فيها هاد الحكايه، فما تصوروش السلبيات اللي كيكونوا كيزوروني. علاش؟ لانه الانسانه كتخوي عليك، كتبكي عليك، كتهضر بجميع المشاعر ديالها القصه ديالها، وانا كنشرب السلبيات، كنشرب السلبيات سكي با بيان. مي بون، طونك انني كنعاون دوك الناس باش انهم يكونوا مرتاحين من بعد، وكنعاونكم انكم تنتوما باش انكم تاخذوا عبر وديروا اتونسيون بزاف ديال الحوايج في الحياه، فداك هو الفضل. ما كتفكريش تقراي الدراسات الاسلاميه حيت طريقتك اكثر من رائعه. الدراسات الاسلاميه كيبانوا لي بلي انهم صعاب، و بوتيت غنكون غلطه، ولكن تيبانوا لي ماشي جولي، غادي نكون غير متطفله، حيتاش اولا ما عنديش لا ميموار كي بو كابتي بزاف ديال الامور. سي سكو جو دي بور لو مومون، والله اعلم، و بوتيتر بوتيتر كي سي، ولكن بور لو مومون ما عنديش هاد الفكره. كنتو سولتوني شكون هما هاد العلماء او المشايخ او الداعيه اللي كتنصحينا نسمعوا ليهم ونقراو الكتب ديالهم. انا عندي ثلاثه ديال الشيوخ اللي كنستافد منهم واللي كنسمع منهم وكنبارطاجيو معكم. عندكم الشيخ البوطي رحمه الله، الشيخ شعراوي رحمه الله، و الشيخ الحبيب علي جفيري. هاد ثلاثه ديال الناس هما اللي كنستمد منهم الاحاديث وبزاف ديال الامور اللي كنعطيكم في الكتب. كاينين خمسه قريت واحد فيهم، اربعه باقيين ليا اللي اكتشفتهم حتى مؤخرا، ولكن ضروري اذا كنتوا باغيين تفقهوا في مقام الاحسان وتعمقوا وتذوقوا من المغرفه ديال العسل ديال الاسلام، تقراوا هاد الخمسه. قواعد العشق الاربعه نتاع جلال الدين الرومي، احياء علوم الدين، المنقذ من الضلال، المسافرون الى الله بلا متاع، والرساله اللدنية. دونك هاد الكتب ان شاء الله اون فوا غادي نهبط المغرب غادي نمشي نشريهم. سولتوني ما معنى الصوفيه واش هي مخالفه لسنه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، واش انا صوفيه؟ بزاف اللي عنده خلل في المفهوم نتاع الصوفيه، ماشي مشكل، حتى انا واحد النهار كنت بحال هكا. ولكن اي واحد قبل ما يهضر خصو يبحث، خصو يقرا كتبه، وديك الساعه يقدروا يحكموا. حيت كاين اللي تيقول بلي انها مذهب هي طائفه، ولكن غلط. الصوفيه او التصوف هو مقام الاحسان. واش انا صوفيه؟ ساكتفي بقول احب الصالحين ولست منهم، لعلي ان انال بهم شفاعه. وهذه قصيده اللي كان قالها الامام الشافعي. ويا ريت نكون متصوفه، يا ريت، فانا اعشقهم ومحبه لهم، لان ببساطه عندهم مقام عالي عند مولانا. وشي نهار بيان سور غادي ندير لكم شي فيديو اللي غادي نشرح لكم فيه بالتفاصيل ونبسط لكم هذا المقام. علاش ما دايرهاش الحجاب رغم معرفتك بالاهميه ديالو؟ شوفوا الحجاب ما فيهش نقاش، هو فريضه، فانا كنخدم على راسي وغادا في تحسن، ودعوا معي باش الله يهديني ان شاء الله. اخر مره حضرت لشي ليله ربانيه وصافي لونطون، تكون شي 4 سنين، وصراحه اشتقت اليها كثيرا، لان كتجدد الروح، كتجدد الطاقه، وكيتخلي واحد الاتصال بينك وبين مولانا افقي. السؤال الاخير، اين وصلت في طريقك الى الله؟ كاين واحد الخاصه تقول لك طريقي طويل وزادي قليل، وانا في هذ البيتين. وهذا هو الفيديو اللي كنتمنى فيه انني نكون حاولت نجاوب على الاسئله ديالكم وتعرفتوا عليا ولو غير شويه.